ما وفقناش الله، ما هنا كرهناش كرهناش نربحوا، ولكن بطولة ودادية ان شاء الله. ايكيتابل ايكيتابل معناتها ماتش ايكيتابل، نجم يوفا كان تعادل معك، وان شاء الله الوداد في الفينال في تشامبيونز ليج ان شاء الله. عاش خويا ترجي الدول تعادل الصراحه ما يستحقوا الفوز ديالنا، ولكن ضاع علينا ما عطى الله، وان شاء الله غادي نجيوها في الماتشات الاخرين ان شاء الله. واللي خرج على الوداد هو المدرب اللي كان يدخل النقاش جمهور ديال الاصباحي. اه كنت لو كنت لو كان دخل النقاش ما كنت بركاش البيت اصباحي عيان. خطا ديال الجول برطاتي دار خطا فادح، خطا دارو فادح لان ما دخلش النقاش. خطا شونجمون اللي دار سي المنظرسي، وكذلك الخطا ديال الجول كان كيتحمل المسؤوليه ديال هذا الهدف الثاني. ما كانوش اخطاء فادحه، كان اخطاء في التغييرات. اصباحي غليش جاهز لسميتو للديربي، وكان النقاش خصو يدخل حيت الشونجمون باش كان يحسب المقابله هي النقاش. اما ابار سار الوداد لعبت على حسب الامكانيات والوضعيه اللي كانت فيها الوداد، لعبت الكور الوداد كور. خصك تعرف واحد القضيه، انا من نهار حد النقاش هو كيتعادل وكيخسر. السعره راه الكاسور راه احسن كاسور هو النقاش. راه النهار اللي ما كيكونش النقاش راه عرف الوداد راه ما كايناش. ها اجبران مزيان، جبران مزيان، ولكن النقاش راه الدور ديالو راه مهم في الوداد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.